انت وبس. او الموقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. انا محمد مدحت، عندي 31 سنة، شغال مهندس ديكور مسرح اطفال، خريج كلية تربية فنية في الزمالك. مبدئيا مجال الموديلنج انا دخلته بالصدفة تماما من سنتين ونص تقريبا، الحمد لله حققت رصيد كويس فيه، جه عن طريق الصدفة ايوه، بس بعد كده يعني حبيت الموضوع اكتر وابتديت اسعى ان انا اكمل فيه. بعد كده ظهر الدكتور امل رزق، هي منظمة المسابقات الدولية دي في مصر وبره مصر، مسابقات الجمال عموما للبنات، وكانت المسابقة اوريدي موجودة في مصر زمان اللي هي مستر ايجيبت بس لغوها، فابتدوا ينشطوا الموضوع ده من تاني وبشكل انترناشنال اكتر. عرضت عليا ان انا اترشح للمسابقة وفعلا بعتوا الصور بتاعتي والحمد لله كنت اكسبتد. المسابقة كانت مقامة في بولندا، بداية المسابقة كانت عبارة عن ان احنا بنعرف بعض البلاد كلها، بنقعد في حاجة زي كونفرنس روم كده بنتعرف على بعض الاول، هم 45 دولة تمام. في لجنة تحكيم، اللجنة بتتشكل من طبعا الناس اللي كسبت في المسابقة السنين اللي فاتت، دي أول حاجة. حاجة تانية، ناس متخصصين في المسابقات الدولية، في التحكيم المسابقات الدولية بالنسبة للجمال سواء بنات أو ولاد. بداية المسابقة كنا بنتعرف على بعض الأول من خلال انترفيو صغير مع لجنة التحكيم ومع الناس اللي حواليا، بعد كده بيقسمونا في الغرف تمام، كل واحد ليه روم ميت بتاعه من بلد تانية طبعا، ودي حاجة قصدناها هم أصلا عشان الاحتكاك ما بين الثقافات والحاجات دي، يشوفوا الناس عايزين هيتفاعلوا مع بعض تمام، يبقى في اختلاط للثقافات نفسها. بعد كده في مسابقة حاجات متخصصة للموديلنج بقى، في عرض البدلة الكاجوال، بعد كده الناشونال كاستيوم، مسابقة رياضية تمام، كانت عبارة عن مسابقة سباحة، وفي مسابقة لياقة بدنية تانية ان احنا عملوها بشكل فاني شوية، ان احنا بنغير عجل عربيات هناك، عربيات قديمة، من خلال ان احنا بنستخدم اللياقة البدنية ان احنا نرفع الحاجة مكان ما نستخدم المعدات والحاجات دي، دي برضو بيعلمونا منها ازاي نكوبريت مع بعض، ان احنا كلنا يعني نتجمع مع بعض على حاجة واحدة. فبعدها في مسابقة عرض البدل التوكسيدو، وكانوا جايبين معانا ملكات جمال في مسابقات بره، اقامت بره وكسبوا طبعا، ما بين ان احنا بنعرض البدله مع الفساتين، ديزاين لفساتين هم عارضينها. بعد كده في كانت مسابقه الطبخ تقريبا، والله احنا مشهورين بالاكل التراديشنال بتاعنا طبعا، الفول، الطعميه، الكشري، الحاجات دي كلها، بس الحاجات دي كلها مش متوفره هناك اساسا. فانا لما نزلت السوبر ماركت هناك ان تلاقي علبه فول واحده ما فيش، او يمكن كان فيه بس انا ما عرفتش اقفشها فاهماني، بس يعني اللي كان متاح قدامي عملت بيه اكل طبعا، كان فيه بيض وفيه لحمه مفرومه وحاجات كده بتاع، يعني عملت اكل تراديشنال بالبتنجان والحاجات وبتاع، يعني عملنا حاجه كويسه الحمد لله. في كايوجرافي، جايبين اشهر كايوجرافر في اوروبا، كان بيعلمنا رقصات معينه، في رقصات جماعيه وفي رقصات فرديه. طبعا هي كانت بالنسبه لي اكسبيرينس جديده جدا، لان انا عمري ما اتعلمت الرقص المسرحي ده قبل كده، بس كان في جزء منه بيعتمد على اللياقه البدنيه والحركه السريعه. كان معانا واحد اسمه توماس هو اللي بيعلمنا، والاسيستنت بتاعته اسمها سيلفيا، دول عملوا اعجاز ما شاء الله عليهم ان هم يعلموا واحد 45 واحد من 45 دوله ازاي يتحركوا وازاي يرقصوا وازاي يتفاعلوا مع بعض ومع الجمهور، وعلى ستيج مساحته رهيبه، اول مره اقف في حياتي على ستيج بالحجم ده، وكان في جمهور كبير جدا، يعني اول مره اكتشف ان البولنديين يعني مهتمين بالنوع ده من المسابقات. كان في تصويت وتشجيع بشكل رهيب، فهي كاكسبيرينس كانت حاجه جامده جدا. بس لحد ما وصلنا للفاينلز، طبعا كان في كايوجرافي على الفاينلز في الستيج نفسه الحقيقي اللي احنا كنا هنعرض عليه. بعد كده جه ساعه الفاينلز، عرضنا شو حلو قوي، ثلاث شوهات اكشلي، رقصات جماعيه ورقصات فرديه، واول رقصه فيهم كانت بنعرض اعلام بلادنا كلنا وبنتعرف على الجمهور وبنعرفهم علينا. بعد كده في ما بين الفقرات بينها وبين بعض في انترفيوز بيعملوها لنا باك ستيج للناس كلها، بنجمع البوينتس على مدار المسابقه عشان يشوفوا مين اللي اتصعد
ومين اللي لسه قدامه فرصه ان هو يتصعد من خلال الستيج نفسه وتفاعله مع الجمهور والفوتنج لحد الفاينلز الحمد لله. وحصلت على تايتل مستر سوبرا ناشونال افريكا من 10 تايتلز طبعا. الناس كان في تايتلز في الاخر غير اللي هم الخمسه تايتلز اللي هم سواء الفور رانرز او اللي كسب المسابقه نفسها اللي هو دييجو من المكسيك ده كان الاول. فالحمد لله. انت وبس. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهواري، احد مواقع مجموعه وشوشه الاعلاميه انت وبس.com.